إذن شكرا جزيلا لك هالة ولضيفك الكريم، فقرة أكيد مشوقة وننتظرها بفارغ الصبر خلال موسمنا من البرنامج الجديد وحلاتي الجديدة لدبي. هذا الصباح مهران في عندك أنا جوعان بصراحة، أنا حاسس شوي جوعان وفي شيء إجا بوقته المناسب جدا يعني. أكيد إلى فقرة التغذية. موضوعنا اليوم هو موضوع تحتار فيه كثير من الأمهات طبعا كل يوم صباحا عند تجهيز وجبات الطعام المدرسية لأطفالهم. صحيح مهران، يعني صراحة السؤال اللي دايما بيتكرر وخصوصا بعد ما تنطلق المدرسة لفترات، الأمهات عادة بيصيروا بحسوا إنه كيف بدنا نجدد، كيف بدنا نغير، بنفس الوقت كيف الوجبة بدها تكون مغذية، تكون مغذية وصحية. وعادة الأطفال يعني في منهم شوي صعب التعامل معهم مهران، يعني بتلاقيه مرجع الوجبة مثل ما هي مثل ما كان يصير معنا زمان. انت كيف كانت تجربتك؟ هي تروح هي ترجع، تضل شيء اسبوع اسبوعين حتى اكل بهدلة. طبعا هذا السؤال جوابه سيكون مع ضيفتنا دكتورة لمى النائلي استشارية الصحة والتغذية. صباح الخير نايلة. صباحكم سعيد. صباح الخير دكتورة لمى، كيفكم؟ ان شاء الله انتم بخير. تمام نورة اليوم. بنحب نرحب طبعا هي صديقة البرنامج، بنرحب بعودتك معنا بالموسم الجديد والحلة الجديدة لدبي. هذا الصباح انا كثير متحمسة لحتى اليوم هيك نعطي شوية نصائح للامهات، خصوصي يلي هيك شوي بيحتاروا شو يحضروا باللانش بوكس لحتى تكون لانش بوكس محببة لأولادهم وتكون بنفس الوقت طيبة وشهية وفيها أشياء هيك يعني يتحمس إلى الطفل، بس بده يفتح لانش بوكس ما يحس إنه هيك ممل. صحيح الأطفال بتمل فعلا من نفس الوجبة كل يوم بشكل يومي صباحا، نفس الساندويش لا هلا اختلف الوضوع شوي بوجود دكتورة، اختلف كل شيء هلا اختلف الوضع. خلينا نعرف منك دكتورة، يعني قبل ما نحكي عن مكونات ومحتويات خلينا مثل ما بنقول اللانش بوكس أو حقيبة الطعام المدرسية، يعني شو برأيك هي الأساسيات اللي يجب أن تراعيها الأمهات كل يوم الصبح عند تجهيز الوجبة لأطفالهم؟ طبعا أهم شيء باللانش بوكس نكون نحن متأكدين حاطين مصدر للبروتينات الصحية مثل اللبنة، الجبنة، ممكن بينت باتر، ممكن شيء بحبه الأولاد، بس يكون فيها بروتين مشان أول شيء طاقته وحيويته بالمدرسة ويكون كمان تغذي. ثاني شيء كتير مهم كمان يكون في نوع من النشويات الصحية، مثلا نوع من الخبز اللي هن بحبوه، ممكن خبز التوست البراون أو ممكن يكون الهول جرين، مو شرط يكون أسمر مشان الولد يحبه، بس نحاول قد ما فينا نبعد عن الخبز اللي كتير فيه خميرة مثل الخبز الساندويتش. إذا أحسن أنه نأخذ الخبز الفلات بريد اللي يكون عاد عربي، هذا أفضل للصحة الصراحة، بس بدنا بقى الخبز العربي، خبز العربي لأنه أقل خميرة ومكوناته أقل، بيكون أكثر صحة للولد. جميل. كل هذا بده ياكله الولد هلا اكيد بده يكون في بروتين، بده يكون في خضره وكم خضره وفواكه، وفي اكيد النشويات، ما ننسى الانواع الفواكه اللي لازم تكون منوعه كل يوم. في غلط بتقع فيه الامهات انه ما بتعطي اللانش بوكس وقتها، وقت ما نعطي اللانش بوكس الوقت بيصير عندنا نحن رتابه ودائما دائما بنفس اللانش بوكس نفس الخضره نفس الفواكه. حاولوا تتسوقوا اكثر، تنوعوا اكثر، تاخذوا يعني مثل نحن بنسميها فينجر فود، الشيء السهل يتناوله الولد بالمدرسه، هيك سناكس بسيطه سهله عليه انه يتناولها وما يحس فيها صعوبه حتى هو عم بيتناول الوجبه، يعني اوقات 100% بحس هيك كثير كبيره او ما انه عارف يتعامل معها، فلازم يكون كل شيء هيك دقيق وجميل. صحيح. اهم شيء كمان ما نجيب مثلا اشياء من برا جاهزه مثل كرواسون دونات، هالاشياء كل يوم ما عندنا مانع مره بالاسبوع هو ياخذ شغله بحبها، بس مو كل يوم مو كل يوم يكون باللانش بوكس في اشياء فيها كثير دهون وسكر، لانه كل الاستديز لقت انه نحن بس نضيف دهون مشبعه وسكر حيزيد حركته ونشاطه بالمدرسه، ما رح يركز كثير بتعليمه، حيصير هو اكثر عنده نشاط. خلينا نحضر اللانش بوكس سوا. نحضر الاب ما له دور بهالعمليه، اللانش بوكس كمان كثير في لازمات، لازم يساعد الام مش ياخذ اللانش بوكس يا مهران. إيه لا بده لانش بوكس معه على الشغل، لازم يساعد الام على الطريق على المدرسه. هلا الاب له دور كثير كمان، طبعا يحبب اولاده باللانش بوكس، ممكن
هو يروح معاهم لحتى ينقي لون نوع وشكل ولون اللانش بوكس الحلو، الأغراض اللي بده يحطها باللانش بوكس، يعمل معه ساندويتش. وكمان الأب لازم ياخذ معه على الشغل لانش بوكس صحية، حنعمل لها حلقة إن شاء الله تكون فيها غدا، يكون فيها أشياء هيلثي مشان ما نطلب من برا دائما. خلينا نبلش، خلينا نبلش نظبط، خلينا نقول اللانش بوكس أو حقيبة الطعام المدرسية كيف ممكن نخليها متوازنة مغذية صحية وشهية. تمام. هلا بالبداية طبعا نحن بدنا نعمل الساندويتش، بدنا ننقي اللانش بوكس المناسبة للعمر، يعني كل ما كان الطفل أصغر كل ما كانت مقسمة أكثر، لأنه ما لح يقدر ياكل ساندويتش كبيرة وأشياء كثيرة، بدها تكون الكمية أقل. يعني نحن مثلا إذا أخذنا ساندويتش لبنة يكون فيها بروتينات ونشويات، هيك نحن طبعا ضمننا وجود بروتين وكالسيوم ونشويات صحية. ممكن نرش على وشها زعتر، ممكن نحط مثلا مرة ساندويشة جبنة، كل مرة شيء. ممكن نعملها مثلا بشكل مهضوم، تكون مقسومة بالنص لتقدر توسع هون وليقدر الولد هيك يحس حاله يعني أخذ something fun. الخضرة هي أكثر شيء بتعمل تشالنج للولاد، يعني ما عم يحبوا ياخذوا. أنا كأولادي مثلا ابني الصغير ريان مثلا ما بيوافق أنه ياخذ الخضرة، مثل سامي الكبير بيوافق ياخذ خيار وجزر وخضرة وخس مقطع، بس الصغار دائما مثلا المشكلة هدول البعافيت الصغار بيكونوا أكثر بيكي، بيكونوا بيكي أكثر. مشان هيك بنحاول نلاقي شيء صغير يناسبهم. ممكن طبعا نفس القيمة الغذائية ما بتختلف الدكتورة بين نفسها. ممكن كمان نحن بس ننتبه إذا كان الولد بمرحلة الحضانة ما بنقدر نعطيه مثلا شيري توميتو حتى ما يصير اختناق، خطر الاختناق من فوق. أي نصيحة جدا مهمة ناخذها بعين الاعتبار، من فوق عمر الصف الأول وطلوع يعني بيخف هذا الخطر، وبالتالي بنقدر أنه نبعت حتى العنب، نقدر نبعت الأشياء الثانية. طبعا بنحاول نجيب مثلا العنب اللي هو السيدلس، لانه كثير العنب خالي من البذور، كثير العنب مغذي لصحه الدماغ. كل الدراسات اثبتت العنب له دور بزياده الذاكره والتركيز عند الاطفال، وبالتالي فرصه انه نحن ننوع ونحط اشياء صحيه. جميل. وبنفس وفيه الوقت وفيه سكر على ما اعتقد، السكر الجيد يعني اللي بيعطي طاقه. نحن بدنا نعطيهم طاقه اللي هي الطاقة اللي بتكون متوازنة، مثل ما قلتي السكر الصحي، بدل ما نحط شيء بقلبه سكر مصنع وعصائر مصنعة. هاد سكر طبيعي. سكر طبيعي. هلا نحن طبعا لا مانع انه نحن نحط لهم شغلة بحبوها، مثل مثلا نوع بسكت يكون سادة، ما يكون بقلبه شوكولا، لانه ولا مكسرات مغطس مع شوكولا، لانه بتعرفي في بعض النراعي انه اذا ابننا ما عنده حساسية غذائية ممكن يكون اللي قاعد جنبه عنده حساسية من المكسرات ويضيف او ياخذ منه، بعيد الشر يصير عنده اعراض الحساسية الغذائية اللي ممكن بتبلش من الرش والحكة للأحمرار للاختناق بعيد الشر. مشان هيك بتكون كتير تنتبهوا المكسرات وطبعا قد ما فينا نقلل شوكولا لحتى نحن ما يكون عنا شيء. أنا هذا أخذه معي دكتورة، كيف بدنا نقنع مهران أنه هذا اللانش بوكس مش إله؟ زي ما قولي لازم يكون إلي حصة، ما بصير. خلص مهران المرة الجاية رح نجيب لك لانش بوكس للي بيشتغلوا. كتير مهم أنك تأخذ معك غدا مع بروتين. ممتاز دكتورة، لأنه نحن شغلنا وطبيعة شغلنا كمان بدنا هيك لانش بوكس، بدنا حدا يدللنا يكون معنا يعني. إن شاء الله في الحلقات القادمة هيك اكتملت عنا الوجبة. هلأ اكتملت، بس بيبقانا أنه نحن نتأكد جايبين أنينة المي الكبيرة. إذا كان عنا الولد تقريبا أقل من 10 سنوات لازم على الأقل يأخذ لتر ونص مي باليوم وتكون ريفل، أما إذا كان أكبر لازم لترين وطلوع. طبعا اللانش بوكس مع الماء، هذا اللانش يعني كامل، انا عجبني كثير شكله، بس عنا بدنا الماء نضيف مثل ما حكينا، وبنقدر نبعت قنينة لبن او حتى عصير طبيعي بدون مضاف له السكر، حتكون كثير شيء صحي وطبيعي. بدي اهم شغله اقول انه نحن ليش اخترنا اللانش بوكس هذا، لانه بحافظ على البروده. انا افضل انه نحن نعمله
حتى يوم قبل، بس الساندويتش الصبح نعملها بس نعبيهم قبل، نحطها بالبراد ويكون في شنطة اللي هي حافظة للبرودة كرمال تغييرات درجات الحرارة ما تأثر على جودة الأكل. جميل كتير دكتورة هاي النصائح. في عنا هلا فقرة هنحكي عن الفوشار، هل هو صحي الفوشار؟ أيوة بالحديث عن الفوشار كتير، البوشار أو البوب كورن إذا حضرناه بطريقة صحية، إذا عملناه بالبيت بالطريقة التقليدية اللي هي شوية زيت رشة ملح بالبيت ممكن نضيف، ممكن انه نبعت كيس كامل من البوب كورن بمقدار كوب، نحن الكوب يعني تقريبا قد هي عمرتين، كوب من البوب كورن اللي يكون ساده مو تبع الكراميل وجبنه وملح وسكر. جميل، هلا الساده قد ما بدك، الساده عادي. هي في عنا شيء صحي وطيب، لانه صراحه نحن مقبلين على عطله نهايه الاسبوع دكتوره، وعاده بنروح على السينما وارتبطت السينما بالبوشار، وهذا حديثنا بالتقرير التالي. يعني الف صحه. شكرا، شكرا كثير لك يا دكتوره لما شكراً. اول شيء بدنا نشكرك، نشكر وجودك معنا لليوم. شكراً. استشاريه الصحه والتغذيه.